أهلا بكم في هذه الجولة اليومية مع الصفحة الأولى، جولة في الصحافة حول العالم، نبدأها دوما بأهم العناوين. صحيفة تركية تشير إلى أن حلفاء أنقرة ينتظرون نتائج الانتخابات للحكم على سياسات أردوغان. صحيفة وول ستريت جورنال تتساءل، هل يستطيع بايدن تصحيح أخطاء أوباما في الشرق الأوسط؟ صحيفة نيويورك تايمز تشير إلى مساعي بوتين لخلق جيل جديد من أنصاره. في التفاصيل، السجال بين أنقرة والناتو حول سياسات الرئيس التركي مستمرة على الساحتين الداخلية والخارجية. موقع أحوال التركي كتب تحت هذا العنوان، الحلفاء الغربيون صابرون على سياسات أردوغان حتى انتخابات 2023. يقول الموقع إن ما وصفه بعناد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو يرجع إلى الاعتبارات السياسية المحلية، بما في ذلك الحاجة الماسة إلى صرف الانتباه عن الحالة المزرية للاقتصاد التركي، فضلا عن تعزيز معدلات استطلاع الرأي المتدنية من خلال اللعب على المشاعر القومية المناهضة للغرب. كما يشير الموقع كذلك إلى أهمية أن تتجنب الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو السياسات التي من شأنها أن تلعب دورا في أجندة أردوغان حتى الانتخابات الوطنية التركية في يونيو من العام المقبل. الموقع أوضح أن أردوغان حول النظام البرلماني إلى رئاسي دون أي ضوابط أو توازنات، وقد وجد نفسه في موضع يحتم عليه التفاوض بشأن عدم ارتياحه للغرب، بينما يؤدي الوضع الجيوسياسي المحيط بتركيا إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية في البلاد والتأثير سلبا على أمنها القومي. كما أشار الموقع كذلك إلى أن اعتراض أردوغان على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو دليل على نفوره من القيم التي تمثلها عضوية تركيا في الناتو والمؤسسات الغربية الأخرى، وعلى الأخص مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ تشكل هذه القيم والمؤسسات عائقا أمام حكم الرجل الواحد. حول هذا الموضوع تفاصيله ينضم إلينا من باريس أستاذ ميشيل أبي نجم، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس. مرحبا بك معنا أستاذ ميشيل في الصفحة الأولى وعلى شاشة الغد. السجال مستمر إذن بشأن سياسات أردوغان بين أنقرة والناتو لحين إجراء انتخابات 2023، لكن لا نعلم بأي معنى ينتظر الحلفاء هذه الانتخابات للحكم على سياسات أردوغان. نعم، واضح أن الحلفاء ينتظرون من هذه الانتخابات أن تزيح أردوغان عن السلطة، ولكن هذا ليس أمرا مؤكدا. وعلى كل حال استطلاعات الرأي اليوم لا تعني شيئا، نظرا لأن الانتخابات ستتم بعد عام كامل، وبالتالي من المبكر جدا القول ما إذا كان أردوغان سيبقى على رأس السلطة في تركيا، سيخسر الأكثرية في مجلس النواب التركي، أم الأمور ستكون بشكل مختلف. هذه مشكلة، ملاحظة عامة. الواضح اليوم أن هناك مشكلة مستعصية مع الرئيس التركي. بداية علينا أن نقول إن أردوغان بالنسبة للغرب، أكان الولايات المتحدة الأمريكية، الحلف الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي، هو حليف صعب المراس. صعب المراس لماذا؟ لأنه ما زال مستمرا في لعب دور سياسة حافة الهاوية، بمعنى أن المصاعب والمشاكل القائمة بين تركيا من جهة والغرب من جهة ثانية هي عديدة، وكل مرة يجرب أردوغان أن يخطو خطوة أبعد عن الغرب ثم يتراجع عنها. هناك مجموعة مشاكل بالواقع بين أنقرة والغرب. هناك بداية مشكلة قسد أو وحدات حماية الشعب السوري الكردي، والجميع يعلم أن أردوغان يريد عملية عسكرية واسعة شمال تركيا. يقول أن هناك سببين وراءها. السبب الأول أنه يريد إسكان حوالي مليون سوري لاجئ إلى تركيا في هذه المناطق، والسبب الثاني هو حماية
الأراضي التركية من العمليات الإرهابية التي يتهم قسد القيام به. والحال أن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الجميع يرفضون هذه الخطة، وأردوغان يسعى إلى الابتزاز. لماذا؟ لأنه اليوم يجد نفسه في موقع قوي بالنسبة للدور الذي يمكن أن يلعبه، إن في موضوع الحرب في أوكرانيا أو في موضوع الأزمة الغذائية أو في موضوع الجناح الجنوبي للحلف الأطلسي، وكلها عوامل رئيسية مهمة للحلف الأطلسي وأيضا للاتحاد الأوروبي. إذن هو كما فهمت من حضرتك عضو صعب الميراث، أو التعامل معه يبدو صعبا، والحلفاء إذن بانتظار أن تلفظه الانتخابات في العام 2023. طب إن لم يحدث ذلك، كيف سيكون التعامل مع هذا العضو صعب الميراث من قبل الحلفاء الغربيين؟ نعم، هناك عملية شد حبال دائمة بين تركيا وبين الغرب. لنأخذ المثل السوري تحدثنا عنه، لنأخذ مثلا تنقيب تركيا عن الغاز في مياه تخص دولتين هما عضو في الاتحاد الأوروبي، قبرص من جهة واليونان من جهة أخرى. علينا أن نرى ما كان الدور التركي في ليبيا، الدور التركي في الحرب الأرمنية الأذربيجانية. إذا كلها عناصر بالغة الأهمية بالنسبة للغرب، وتركيا لها دور فيها. ثم ليس علينا أن ننسى أيضا أن آخر تطور بيّن كيف أن الرئيس أردوغان يبتز الغرب هو موضوع قبول السويد وفنلندا عضوين في الحلف الأطلسي. الجميع يعلم أن هذين البلدين كانا محايدين منذ عقود، لا بل إن السويد كانت محايدة منذ 200 عام. اليوم بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا تشعر هاتان الدولتان بخطر روسي، وبالتالي تخلتا عن الحياد للانضمام للحلف الأطلسي. بالطبع أردوغان قبل 3 أسابيع قبل أن تنضم السويد وفنلندا، ولكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ تسليم مناضلي أو محاربي أو سميهم كما شئت من حزب العمال الكردي ومن قسد. ولكن هذا القبول هو قبول مشروط. لماذا؟ لأن القبول لن يصبح فعليا إلا بعد أن تصوت برلمانات الدول 30 الأعضاء في الحلف الأطلسي على قبول السويد وفنلندا. وبالتالي يستطيع أردوغان الذي يريد امتحان خصوصا السويد التي قدم لها لائحة ب73 اسما ممن يعتبرهم إرهابيين، كيف ستتصرف معه؟ هل ستتصرف هنا منفردة السويد؟ لن يصوت على ذلك السيد ميشيل على اعتبار أنها كانت دائما بلد محايد، أو ستتعامل في إطار مظلة الناتو وهنا أيضا اعتبارات أخرى للرئيس أردوغان؟ نعم بالطبع السويد تريد الحماية الأطلسية، تريد المظلة النووية الأمريكية، تريد ألا يحصل مع السويد ومع فنلندا ما حصل مع أوكرانيا. لأن لو كانت أوكرانيا عضوا في الحلف الأطلسي لكانت طبق عليها المادة 5 من شرعة الحلف، التي تعني أن أي اعتداء على أي عضو من أعضاء الحلف يعني اعتداء على الحلف كله، وبالتالي على الحلف أن يمد يد المساعدة للبلد المعتدى عليه. لو كان ذلك وضع أوكرانيا لما كانت الحال كما هي عليه، وبالتالي فإن السويد وفنلندا تسعيان لهذه الحماية. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أنت تعلمين أن هناك ضغوط على الحكومة السويدية، وكانت هناك انتقادات قوية جدا لرئيسة الوزراء السويدية لقبولها الاتفاق أو التوافق أو الديل لو سميناه بالإنجليزية مع أردوغان، وتراجعت نوعا ما رئيسة الوزراء بقولها إنها لن تسلم أي مواطن أجنبي حصل على الجنسية السويدية من جهة، كما أنها لن تسلم أي أجنبي إلا عندما يصدر حكم من المحاكم السويدية، وبأي حال ينطبق على السويد ما ينطبق على بلدان الاتحاد الأوروبي. بكلام آخر، تسعى رئيسة الوزراء السويدية للتراجع نوعا ما، ولكن كما قلت لك قبل قليل هذا الأمر لن يفيد مع أردوغان، لأنه يملك ورقة ضغط قوية للغاية. اليوم أردوغان يملك الأكثرية في البرلمان التركي، ويستطيع البرلمان التركي رفض انضمام السويد أو رفض انضمام فنلندا، وبالتالي ستتعطل العملية.
طيب ما الذي يمكن أن يحصل؟ الغرب اليوم بحاجة لأردوغان. أكان في موضوع الأزمة الغذائية العالمية، ونحن نعلم دور تركيا. هناك اجتماع حصل هذا الأسبوع في إسطنبول لإيجاد حلول لإخراج الحبوب وخصوصا القمح الأوكراني لبلدان تحتاج إليه. يعني هناك فعلا أزمة عالمية، خصوصا في إفريقيا، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم. إذن تركيا تلعب دور حيوي في ذلك. ثم نحن نذكر هنا بأن الرئيس بايدن عندما كان مرشحا دعا المعارضة التركية للتخلص من أردوغان. الكلام موجود ومسجل وموثق، ولكنه اليوم يرى نفسه في وضع ضعيف إزاءه. لماذا؟ لأنه احتاج إليه في كابول عندما انسحبت القوات الأمريكية لتأمين مطار. إذن هو يلعب يعني ببراعة فيما يخص لعبة شد الحبل فيما يخص الأمور السياسية أستاذ ميشيل، وبالتالي كما حتى أشار موقع أحوال التركي بأنه على الولايات المتحدة والحلفاء في الناتو تجنب أي سياسات من شأنها أن تلعب دور في أجندة أردوغان في الانتخابات القادمة، وبالتالي هذا يتناقض مع الفكرة من أنهم في حاجة إلى أردوغان الآن. نعم، يعني أنا أعتقد شخصيا أنهم بحاجة لأردوغان، ولا وأعتقد أيضا أنهم لا يريدون إثارته. والدليل على ذلك مثلا أن الرئيس الفرنسي في قبل عام ونصف وصف الحلف الأطلسي بأنه في حالة موت سريري. لماذا؟ لأن أردوغان يتصرف داخل الحلف على هواه ولا يحترم القواعد والمعايير المعمول بها داخل الحلف. اليوم الرئيس الفرنسي أصبح يتواصل مع أردوغان مرة في الأسبوع أو أكثر مرة في الأسبوع، وآخر مرة كانت أمس عندما اتصل به ليعرف منه ما حصل في اجتماع إسطنبول بخصوص إخراج الحبوب الأوكرانية وإيجاد مخرج آمن عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية. هذه ملاحظة مهمة علينا نأخذها بعين الاعتبار، لكن هناك ملاحظة أخرى لا يمكن أن ننساها، أن سياسة أردوغان الخارجية ليست سوى مرآة تعكس وضعه السياسي الداخلي. عندما كان أردوغان في وضع جيد اختلف مع الجميع. أذكر هنا بأن وزير خارجية أسبق لأردوغان داود أغلو قال إننا نريد سياسة صفر مشاكل مع جيران تركيا، ولكن كان أردوغان على خلاف مع في سوريا، كان على خلاف مع قبرص، كان على خلاف مع مصر، مع دول الخليج وغيرها. اليوم تراجع عن ذلك. لماذا؟ لأن الوضع الداخلي السياسي المالي الاقتصادي يدفع أردوغان للتراجع. وبالتالي لا يمكن أن نفهم ما الذي يريده أردوغان إلا إذا فهمنا وضعه الداخلي. هناك انتخابات وعليه أن يكسب هذه الانتخابات، وإلا فإنه يعتبر أن الإرث الذي كونه منذ مجيء إلى السلطة قبل 20 عام هذا سيتلاشى مع وصول إذن هو التحدي الأكبر للرئيس أردوغان انتخابات العام القادم. شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات. كنت معنا من باريس سيد ميشيل أبي نجم، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس. لا تزال قمة جدة للأمن والتنمية تحظى باهتمام الصحف العالمية. صحيفة وول ستريت جورنال تلاورت هذا الموضوع وهذه القمة بالأحرى في تقرير يحمل هذا العنوان: هل يستطيع بايدن تصحيح أخطاء أوباما في الشرق الأوسط؟ عرضت الصحيفة لأبرز التحركات الأمريكية الخارجية في حقبة الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما، حيث أثر الانفتاح على إيران والفشل في التعامل مع الأزمة في سوريا سلبا على مصداقية الولايات المتحدة. وقالت الصحيفة إن باراك أوباما أخفق في التعامل مع أزمات الشرق الأوسط، حيث عمد إلى احتضان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كزعيم للعالم الإسلامي، فضلا عن الفشل في مساعدة مساعي إرساء نظام في ليبيا، ما أدى إلى تآكل ثقة المنطقة في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى كفاءة قياداتها السياسية. أضافت الصحيفة كذلك أن خلال حقبة باراك أوباما بدأ الاهتمام الأمريكي بالقضية الفلسطينية أقل من أي وقت مضى، مشيرة إلى
أن سياسات أوباما المتقاربة مع إيران تناقضت مع اعتبار الدول الإقليمية بأن إيران تعد أخطر تهديد أمني لهم. قالت الصحيفة إنه في ضوء إخفاقات أوباما في الشرق الأوسط، وبما أن بايدن كان نائبه طبعا، فإن الإدارة الحالية تواجه تحديا حيال قدرتها على استعادة احترام وثقة حكومات الشرق الأوسط، خاصة الدول ذات النفوذ الكبير في المنطقة. نواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به، البداية مع ديريش بيجل التي تناولت تفاقم ظاهرة نقص المواد الغذائية الرئيسية في تقرير يحمل هذا العنوان: العالم مهدد بإعصار من الجوع. تحت عنوان الأوليغارش في الروس يتجهون للمحاكم ضد العقوبات الغربية، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن العديد من أثرياء روسيا يعتزمون مقاضاة الحكومات الغربية بسبب العقوبات. تحت عنوان روسيا تستعد لمرحلة قتال أكثر شراسة، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن القوات الروسية تعتزم توسيع العمليات العسكرية في أوكرانيا. وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الروسي أصدر أوامر بتكثيف العمليات العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا. تحت عنوان الهجمات الأخيرة في الصومال تشير إلى قوة الشباب، قالت صحيفة واشنطن بوست إن الهجمات الأخيرة التي شنها مسلح الشباب في الصومال تظهر استعادة الحركة قوتها رغم الضربات الأخيرة التي تعرضت لها. رغم الصعوبات والحرب في أوكرانيا، يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عازم على توسيع قاعدة أنصاره داخل بلاده. صحيفة نيويورك تايمز تناولت هذا الموضوع تحت هذا العنوان: بوتين يهدف إلى تشكيل جيل جديد من أنصاره من داخل المدارس. قالت الصحيفة إن التغيرات الكبيرة في المناهج الدراسية في روسيا سوف تؤدي إلى جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصية محورية في تاريخ روسيا، مضيفة أن تشريع وقع بوتين ويصبح قانونا قريبا من شأنه أن يشجع الأطفال الروس على الانضمام فعليا إلى حركة شبابية وطنية جديدة على غرار حركة الرواد الشبابية إبانا الاتحاد السوفيتي. أضافت الصحيفة أيضا أن مبادرات التعليم على مستوى البلاد والتي بدأت في سبتمبر تعد جزءا من جهود الحكومة الروسية لتلقين الأطفال دروسا تشيد بإنجازات بوتين العسكرية، ما يوضح مدى استخدام الحرب في أوكرانيا لزيادة تعبئة المجتمع الروسي بما يشمل القضاء على أي معارضة محتملة في البلاد. أضافت الصحيفة كذلك أن هذه الجهود تأتي في إطار مساعي الرئيس بوتين المستمرة منذ سنوات وتزايدت بعد الحرب في أوكرانيا لإقناع الشباب الروسي بأن الحرب التي تخوضها روسيا الآن في أوكرانيا كانت مبررة وسط مخاوف الحكومة من أن الإنترنت قد يؤثر على آراء الشباب الروسي. قالت أيضا الصحيفة إنه مع استمرار الحرب في أوكرانيا أصبحت طموحات الحكومة الروسية تقوم على إعادة برمجة المجتمع الروسي لإنهاء 30 عاما من الانفتاح على الغرب في ظل ما تقوله روسيا من حرب للمعلومات يشنها الغرب على الإنترنت ضد روسيا تستهدف الشباب الروسي. وعلى الرغم من انشغال العالم بالحرب الأوكرانية وتداعياتها وكل فصولها، فهناك صراع على النفوذ في إفريقيا بين الدول الكبرى. مجلة فورين بوليسي كشفت عن جانب آخر من الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تحت هذا العنوان: تراجع آمال روسيا في إنشاء قاعدة بحرية في بورت سودان على البحر الأحمر. نقلت المجلة عن مصادر استخباراتية أمريكية لم تسمها أن السودان أحبط آمال روسيا في إنشاء أول قاعدة بحرية لها في إفريقيا وتحديدا في بورت سودان على البحر الأحمر، أحد أكثر ممرات العالم الملاحية ازدحاما. أشارت المجلة أيضا إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يتابعون عن قرب الصفقة بين موسكو والخرطوم والتي خرجت للعلن في أواخر العام 2020، وفي حال إتمامها فكانت ستمنح روسيا موطئ قدم استراتيجي على البحر الأحمر، حيث يمر ما يقرب من 30% من تجارة الحاويات كل عام
وهو ما أثار مخاوف من أن تستخدم روسيا تلك القاعدة لمد نفوذها في المحيط الهندي. كشفت المجلة أيضا في التفاصيل أن تراجع السودان عن الصفقة مع روسيا يمثل انتصارا صغيرا للولايات المتحدة الأمريكية. كما أوضحت أيضا أن المنطقة تشهد تنافسا شديدا، حيث افتتحت الصين أول قاعدة بحرية لها في الخارج في جيبوتي عند مدخل البحر الأحمر، وهو أو هي بالأحرى تضم أيضا القاعدة الأمريكية الدائمة في إفريقيا. وبما أن آمال روسيا في إنشاء قاعدة بحرية لها في بورت سودان تبدو بعيدة المنال حاليا، يرى المسؤولون في الاستخبارات الأمريكية أن موسكو ستسعى للبحث عن خيارات أخرى على طول البحر الأحمر. نواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. نبدأ مع كوميرسانت الروسية والتي تنقل عن خبراء توقعاتهم بتراجع دور الدولار في الاقتصاد العالمي. أما فيزغلياد الروسية فتقول إن خطة ألمانيا للتخلص التدريجي من الغاز الروسي غير مجدية، مشيرة إلى صعوبة تحقيق هدف تقليص الاعتماد على الغاز الروسي إلى 10% في غضون عامين. تحذيرات في ديريش بيجل من نقص كبير في الأيدي العاملة في ألمانيا، وتؤكد أن قطاعات التمريض والحرف والمطارات والمطاعم هي الأكثر تأثراً. البايس الإسبانية تسلط الضوء على ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ، والذي تسبب في حريق سريع التهم أكثر من 800 هكتار من تلال ميغاس في ملقى الإسبانية، ما أدى إلى إجلاء 2300 شخص خارج منازلهم. لوموند الفرنسية تنشر تقريرا تحت هذا العنوان: في مواجهة حالة الطوارئ المناخية استجابة سياسية لا ترقى إلى المستوى المطلوب. يطرح التغير المناخي على القارة السمراء تحديات تفوق إمكاناتها، ما يجعلها أكبر المتضررين من الأزمة المناخية على الرغم من أنها الأقل في التسبب فيها. صحيفة الجارديان تناولت هذا الموضوع في مقال يحمل هذا العنوان: التكيف مع مخاطر المناخ في إفريقيا يؤثر على الإنفاق الصحي. الصحيفة ذكرت أنه سيتعين على البلدان الإفريقية والتي تعتبر الأقل مسؤولية عن أزمة المناخ إنفاق ما يصل إلى 5 أضعاف مما تنفقه على الرعاية الصحية من أجل التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري. ولفتت الصحيفة إلى أن تحليلاً شمل 11 دولة إفريقية يبلغ عدد السكان إجمالاً فيها أكثر من 350 مليون نسمة، حمل تحذيرات كبيرة من الخسائر المادية الهائلة جراء تداعيات ظاهرة التغير المناخي. وأشارت الصحيفة إلى أن تكاليف التكيف مع المناخ في إريتريا على سبيل المثال تبلغ 22.7% من الناتج المحلي، مقارنة ب 4.46% لتكاليف الرعاية الصحية. بهذا التقرير من الجارديان وصلنا إلى ختام جولتنا مع الصحافة العالمية. أشكر لكم المتابعة وفي أمان الله.